في صدى صوت. صدى صوت. تمام. طيب كده بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بما علمتنا وقلنا علما، إنك على كل شيء قدير. أنت سمعني في صوت بيردد، أنا مش عارف ليه، بس لا سامح حضرتك كويس. مش عارف ليه في صدى صوت، يعني أنا بتكلم وصوتي بيطلع تاني. لا انا بالنسبه لي صوت كويس. اوكي طيب ماشي، مفيش مشكلة. طيب زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من كلمتين إدارة، معاكم وليد البسوري. النهاردة إن شاء الله الموضوع هو الحقيقة أصبح حديث الساعة، محل أنظار ناس كتير، وده بصراحة لعدة أسباب. يعني أول شيء لأنه انتشر بشكل متسارع الفترة اللي فاتت، ثانيا بيتطور بشكل كبير جدا بشكل غير طبيعي، ثالثا والأهم لأنه تقريبا توغل في جميع المجالات ومختلف القطاعات. موضوع النهارده إن شاء الله عن الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الـ AI، وإزاي نطبق تطبيقات الذكاء الصناعي في قطاعات الأعمال المختلفة وفي الموضوعات المختلفة وفي مختلف القطاعات الهندسية، الهندسة الصحية، الإدارية وهكذا. ضيفنا النهارده هو الحديث عن هذا الموضوع، عن الموضوع أو الشخصيات المشهود ليها الصراحة بسماتها العلمية أو المهنية في المجال الهندسي. ارتبط اسمه بشكل كبير جدا بموضوع أنظمة نمذجة معلومات البناء، البيلدينج انفورميشن موديلنج، البيم، وكان هو من أوائل المتحدثين والمطورين لهذه الأنظمة، إلى جانب طبعا مشاركته المثمرة في نشر العلم والوعي والثقافة المهنية في مصر والوطن العربي من خلال تأسيسه لبيم أريبيا، اللي بتعتبر واحدة من أشهر وأهم المراجع الهندسية في أنظمة نمذجة معلومات البناء والبنية التحتية والتحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي. ضيفنا النهارده من جمهورية مصر العربية مهندس بيم أريبيا، وهو أحد أهم المشاركين والمهتمين هي الذكاء الاصطناعي في مصر والوطن العربي، الضيف العزيز وزميل العزيز عمر سليم. السلام عليكم ابو عز، وحضرتك بكل خير، وسعيد جدا بوجودك معانا النهارده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتشرفت بوجودي مع حضرتك استاذنا، جزاكم الله كل خير على المقدمة الجميلة ديت. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. سيد ابو عمر، سيد ابو معاذ عفوا، النهارده يعني ما بقاش حد بيتكلم في اي حاجه في اي موضوع كان الا ما بيدخل كلمه او كلمتين على الاقل عن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفه. وكان موضوع الذكاء الاصطناعي يعني اصبح اهتمام بيهتم بيه ناس كتير جدا، وبقى بشكل اساسي بيؤثر بشكل كبير جدا في بيئه الاعمال. عاوزين في البدايه يعني نتكلم كده كبريف عن ايه هو مفهوم الذكاء الاصطناعي، وازاي اقدر انا اعرف مفهوم الذكاء الاصطناعي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اداره الذكاء الاصطناعي، هي اداره الذكاء الاصطناعي. فاداره معناها زي ما حضرتك علمتنا ان انا اقود الاخرين نحو الهدف، ده ابسط تعريف للاداره. فالاخرين من ضمنهم هيكون الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي مش جاي عشان ياخد الشغل بتاعي، لا ده انا هوظفه عندي ان انا استخدمه في ان انا اخلص الشغل بتاعي. فالذكاء الاصطناعي اضافه قويه جدا، لا اما اعتبره يعني ممكن يكون موظف عندي في الشغل وانا بغير منه وبخاف منه، فابدا ان انا اعمل معاه مشاكل وابدا ان انا اكره الناس فيه وما استخدموش صح، او ان انا اعتبره زي موظف عندي او صديق ليا وابدا ان احنا نتعامل مع بعض ناحيه تحقيق الاهداف. مين اللي بيحقق الاهداف؟ المجموعه كلها، لكن مين اللي بيحدد الاهداف؟ طبعا حضرتك او المدير او الشخص اللي عايز يعمل الاهداف دي. فالذكاء الاصطناعي قوة رهيبة جدا، يعني الناس بتشبهها بقنبلة هيروشيما أو بيشبهوها باختراع البخار أو بيشبهوها بثورة صناعية رهيبة جدا، هتعمل نقلة كبيرة جدا. الانتقالات اللي حصلت خلال آلاف السنين ممكن تتم خلال شهور بسبب الذكاء الاصطناعي لأسباب كتيرة جدا. طيب احنا اتكلمنا عن كلمة إدارة، ناخد الكلمة اللي بعديها اللي هو الذكاء. طيب لو احنا قلنا في مدرسة إن في ذكاء، يعني الطفل ده ذكي، كونان ذكي، يعني ايه ذكي؟
ذكي معناها بيقدر يفهم اللي بيتقال، بيقدر يستوعبه، بيقدر ان هو يتفاعل معاه. احنا ساعات كتير جدا كنا بنعمل برامج بس البرامج مش ذكية. يعني ايه مش ذكية؟ يعني انا طلبت منها 5 6 حاجات، تعمل 1 و2 و3 و4، لو لقيت ان 2 ده مش موجود تقف وما تشتغلش. يعني لو انا قلت له مثلا روح اشتري لي حاجة وافتح الباب وانزل من الاسانسير عشان تشتري الحاجة دي، فلو لقى الباب مفتوح او ما عرفش يفتحه مش هيقدر يتصرف. لو انا قلت له مثلا اعمل الخطوة ديت لكن فوجئ ان الخطوة دي عالية او واطي مش هيقدر يتصرف، مش هيقدر اصلا يرجع لي يقول لي ان في مشكلة، لا رسالة ايرور وخلاص مش هيقدر ان هو يشتغل. فالذكاء ان هو يقرب من ذكاء الانسان بحيث ان هو يقدر يتفاعل مع الحاجة. واهم حاجه دي اللي تميز الذكاء الاصطناعي وتميز البرامج بتاعت الذكاء الاصطناعي واعرف ان هو شغال بالذكاء الاصطناعي ولا لا، ان هو يعمل حاجات انا نفسه ما برمجتوش عليها، هو يبدا ان هو يتفاعل معاها. يعني حتى ستيلمان اللي هو يعني يعتبر اشهر شخص في اوبن اي اي، فوجئ ان هم كل شويه ينشروا على تويتر حاجات هو نفسه ما كانش في دماغه انها ممكن تتعمل. يعني حد مثلا يبدا يدربه على حاجه معينه، واحد مثلا يقول له طب اعملها لي في جدول، واحد يقول له كذا، فهو متسع ان هو يتفاعل معاك. الاصطناعي لان هو مش حقيقي، يعني الاصطناعي هو بيحاول يقلد الخلية بتاعت الانسان، لكن حتى الان هو بعيد جدا عن ان هو يفكر زي تفكير طفل صغير. لا، في فرق كبير جدا بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، في حدود للذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي ضاف عندك في الشغل، حاولت ان انت تنكره وتقول لا ان هو مش هينفع، هيبقى موجود هيبقى موجود. لو احنا عايزين نقول على مبادئ الذكاء الاصطناعي فعندنا قاعدة كده، لو احنا عايزين نعرف اي علم، ان مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله، والواضع والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني اي علم عشان نعرفه لازم نقول الحد بتاعه ايه. يعني لو انا قلت الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الكمبيوتر، دخل فيه الوورد والاكسل وكل حاجة، انما لما اقول ان هو علم بيحاول يقلد ذكاء الانسان فكده انا عرفت ان انا مش هدفي منه ان هو يعمل لي حاجه واحده، لا انا هدفي منه ان هو يفكر زي الانسان، يبقى موجود معايا في الشغل بتاعي. ممكن مثلا انا مهتم باداره المشاريع اقول له فكر معايا لو انا عايز اعمل اداره مشروع باسلوب البي ام بي، باسلوب اللين مانجمنت، سكرام، زي ما حضرتك تقول، كل انا حدد له الحاجه واشرح له المشكله وهو يبدا ان هو يتفاعل معايا. فهو ده الحدود بتاعت الذكاء الاصطناعي. الموضوع بتاعه فيه حاجات كتير جدا، زي مثلا التعلم الالي، ان انا مش هشرح له كل حاجه، هو يبدا يتعلم من الشغل بتاعي. يعني كل ما بتعرض لمشروع جديد هو بيشوف انا اتصرفت ازاي ويبدا ان هو يتعلمه. والثمره بتاعته ان انا اوجدت مساعد ليا شغال 24 ساعه بيفكر معايا. من ضمن الحاجات مثلا اللي بنستخدمها في الذكاء الاصطناعي ان انا ممكن اديله عقد مثلا بتاع مشروع جديد، مشروع 2000 صفحه، واساله هل هو في شرط جزائي، هل انت موافق على العقد ده ولا لا. فده من ضمن المزايا اللي موجوده فيه. الفضل بتاعه كبير جدا، ان هو يعني زي مصباح علاء الدين، انت ممكن يكون عندك كميه كبيره جدا من الكتب فترفعها فبتبدا تقول له لخص لي الكتب ديت، ممكن يكون عندي فيديو 2 3 ساعات فاقول له خد الحاجه دي وابدا اشتغل فيها. طبعا في عيوب هنيجي اثناء الحوار نبدا نتكلم فيها. بس يعني دي مقدمه بس كده عن ممتاز. يعني انا افهم دلوقتي ان انت موضوع الفعل الصناعي دلوقتي ان انا اعمل مجموعه من الانظمه تحاكي الذكاء الطبيعي بتاع البني ادم. تمام. وده من خلال هذه الانظمه ان انا اطلب مجموعه من الطلبات ومجموعه من التاسكات وبناء عليه الذكاء الاصطناعي ده يبقى فعال ويساعدني فيه. تمام تمام يا استاذ. ممتاز. بس في زملاء كتير بيتكلموا ان في صدى في الصوت بيطلع لما انا بتكلم. الصدى ده لان تقريبا انت بتشتغل السبيكر صوت عادي فبيطلع من المايك. طب اقفل السبيكر. طب كده افضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برضه بيطلع فيه صدى جامد. انا مش عندي سماعه ولا حاجه خالص. طيب انت فاتح اتنين ديفايس خالص؟ لا لا، هو واحد بس، انا ما عنديش غير هو مايك واحد بس. انا حتى بعت التليفون اهوت. الناس كلها كانت عندي مشكله في الصوت.
هو الصوت واضح بس يعني الكلام بتاعي بيتقطع مرة تانية. ايسر. طيب خليني في الصوت اشتغل من الارض. هو الصوت برضه لسه بيقطع بس تمام. أنا عارف إن صدى الصوت عندي يا جماعة، تخيل ما هو أنا صوتي بتكلم وبيطلع من عمر مرة تانية. يعني انا كنت قافل المايك وبرضه نفس المشكله، انا كنت قافل عامل ميوت. هو كده الصوت مفيش صدى. كده تسمعني كويس يا مهندس عمر؟ هو في تقطيع، انا عامل ميوت، عندك في مشكله في التقطيع. طيب تسمعني كده كويس؟ هي في المشكلة بدأت تقل بس لسه موجودة. طيب طب بص يا مهندس عمر، لما اجي اتكلم انا يبقى اعمل ميوت عند المايك بتاعك لحد ما اخلص، بعدين ابقى اتكلم انت. اوكي تمام. تمام. طيب خلينا نكمل موضوعنا. احنا اتكلمنا في الاول، عرفنا ايه هو مفهوم الذكاء الاصطناعي وازاي بيتكلم، ازاي بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وان الذكاء الاصطناعي عباره عن مجموعه من الانظمه تم تصميمها علشان تحاكي الذكاء الطبيعي للانسان ولكن بليفل او بمستويات اعلى. من خلال هذه الانظمه انا ببدا استخرج هذه الانظمه اللي هي تخدمني في قطاعات العمل المختلفه. خلينا ننتقل لجزئيه ثانيه مع المهندس عمر سليم ونشوف ايه هي المبادئ اللي انا على اساسها بدير الذكاء الصناعي، ايه هي اهم المبادئ اللي بعتمد عليها في ادارتي لادوات الذكاء الصناعي المختلفه. طيب، هي ممكن المبادئ من اكتر من حاجه، تمام. يعني من ناحيه اداره المشروع، هو يعتبر زي صديق ليك موجود في الشركه او مساعد ليك موجود في قلب الشركه، فلازم ابقى عامله ان مش هو اله حاسبه بدوس على الزراير فطلعت النتيجه اقول صح او غلط. يعني ممكن واحد مثلا يسال الذكاء الاصطناعي، سواء مثلا عندنا اشهر حاجه شات جي بي تي، عندنا بو، عندنا جيميناي، عندنا كوبايلوت، دول اشهر حاجات، لكن في كتير اكتر منهم بكتير متاح ان انت تستعملهم. في حاجات بتبقى متخصصه في اداره المشاريع، حاجات متخصصه في الهندسه، حاجات رهيبه جدا. فالاساس بتاعي ان ده صديق ليا، يعني ممكن اساله سؤال فيبدا ان هو يجاوبني اجابه خاطئه، فاقول له لا ده انا عايزك تجاوبني اجابه تانية، لا انا مش ده اللي انا اقصده. يعني انا ممكن اساله في حاجه فهو جاوب من ناحيه تاريخيه او من ناحيه نظريه او من ناحيه، يعني كذا مره نساله في اسئله فيجاوب اجابه بعيده تماما عن اللي انا عايزه. فكل اللي انا اعمله قبل ما اسال ممكن اديله ايه مثال، او اديله مثال من مشروع قبل كده واقول له بالنص كده اعتبر نفسك كذا، يعني اقول له ايه اعتبر نفسك مدير مشروع متخصص في البي ام بي. ساعتها بمجرد الكلمه السحريه دي بيبدا يديني اجابه دقيقه جدا. اقول له انا عايز اجوبه عمليه مش عايز اجوبه نظريه، فساعتها بيبدا ان هو يخصص لي الاجابه. مع الوقت لما انا ممكن اقول له ايه اوجد لي وصف البيت واسكت، او اقول له لا انا عايز وصف الحاجه معينه فيها كذا كذا كذا. يعني في مشروع كنا شغالين فيه كان ليه علاقه بتصميم هندي، مدرسه او سفاره حاجه زي كده، ف سألته ايه الفرق في النسب بين الأبواب في التصميم الهندي والنسب المصرية او العربية، فبدأ يشرح لي النسب. طب العلم بتاع الهند ده انا عايز اخده رمز في البوابات، فاشرح لي اشمعنى واخدين المغزل اللي كان غاندي بيشتغل بيه وحاطينه رمز، فبدأ يوصف لي طب هو كم واحدة بحيث ان انا اعمله زيه بالظبط. فلو انا قعدت اقعد اقرا بقى في تاريخ العماره الهنديه عشان ابدا اعمل زيها،
كان ياخد وقت مني كتير. فانا الفكره كلها ما تاخدش اول اجابه يديها لي واسكت، لا لازم ان انا ايه اقول له لا ده مش هو ده اللي انا اقصده، لا ده انا عايز حاجه تانية، طب معلش اشرح لي الحته دي. بعد ما يديني الاجابه اقول له ايه، طب اعملها لي على هيئه جدول، طب اعمل لي هيئه مقرب من كذا وكذا، طب انا محتاج تقول لي المصادر بتاعت الكلام دوت، لان هو ممكن عنده نسبه كده من الهلوسه، فلازم دي مصطلح علمي بيهلوس في شويه حاجات. فاقول له اديني المصادر على الكلام اللي انت بتقوله. فدي بالنسبه لاهم المبادئ. بالنسبه بقى للناس بتخاف منه اللي هو ان لازم تحط قواعد معينه ان هو مثلا ما يأذيش انسان او ان هو ما ياخدش شغل حد او الحاجات ديت. يعني من ضمن الحاجات برضو موضوع التحيز، او ان هو مثلا ممكن يحكم على حد بصفه خاطئه بسبب ان هو مثلا بيرجع احصائيات قديمه، مثلا ان السود مثلا بيرتكب جرائم فيبدا ان هو يتعامل مع السود بشكل اسوأ من البيض. دي حصلت في كذا مره. فعشان كده اتفقنا ان الانسان هو اللي قوت. يعني انا هستعين بالذكاء الاصطناعي واساله واعتبره موظف عندي في الشركه وصديق ليا، لكن في الاول وفي الاخر انا اللي قود القصه كلها، انا اللي مسؤول. يعني هم سامحوا بالذكاء الاصطناعي مثلا في المحاكم، في محاكم سامحت بالذكاء الاصطناعي، لكن قال لك ما تجيبش الذكاء الاصطناعي موبايل وتخليه هو يشتغل، لا اقراه وقول انت بصوتك، لان وانت بتقرا لو لقيت كلمه غلط ممكن ما تقولهاش، فانت اللي مسؤول. انا مش هحاكم الذكاء الاصطناعي، هحاكم المحامي او هحاكم الشخص اللي قال الكلام دوت. يعني ما ينفعش مثلا، بالمناسبه دي حاجه حصلت حقيقي في شركه طيران في كندا، شغلت شات بوت بحيث ان هو يتحدث مع الناس ويقول لهم الرحلات بدل ما هم يوظفوا ناس، فادى معلومات غلط فالناس اتضررت. بعد ما حجزوا راحوا لقوا التذكره مش في ميعادها واشتروا تذاكر فالمهم المحكمه حكمت ان الشركه دي هي اللي غلطانه. ليه؟ لانها ما جربتش شات بوت اكتر من مره ويتاكد من صلاحيته. فهو موظف عندك فانت اللي مسؤول، انت اي خطا في الفريق بتاعك، اول قاعده ان اخطائهم هي اخطائك، فلازم انت تكون تشتغل عليه اكتر مره وتبدا تشوف ايه المشاكل اللي موجوده فيه وتبدا تغذيه بالكود. يعني هو متغذي بالكود الامريكي مثلا، فتبدا تغذيه بالكود المصري والسعودي بحيث ايه يبدا ان هو يفهم الحاجات. دلوقتي اصبح الموضوع سهل، يعني زمان كنت محتاج تقعد تبرمج وتقعد تكتب وتقعد تعرف، دلوقتي لا، في مثلا النوت بوك مثلا في جوجل، مجرد ان انا ارفع الكود اقدر اساله اقول له والله كذا كذا كذا. يعني النوت بوك مثلا كان بحاول ان انا اعمل منهجيه معينه، فرفعت له 14 كتاب، قلت له اقرا ال 14 كتاب دول وانا محتاجك تجاوبني من ال 14 كتاب دول، ما تدورش في النت، هم ال 14 كتاب دول هم دول اللي انا محتاجهم، فيبدا ان هو يجاوبني من الكتب دي بس. تمام يا باشمهندس. الو الو باشمهندس وليد، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش الكونكشن قطع مني، بس انا اسف. لا مش مشكله. احنا كنا وصلنا للجزئيه بتاعه المبادئ وازاي انا بديل الذكاء الاصطناعي، وحضرتك ضربتنا امثله. خليني كمان انتقل معاك لجزئيه ثانيه، واحنا طبعا كناس بنشتغل في القطاع الهندسي يهمنا نعرف هل الموضوع مقتصر فقط على القطاع الهندسي ولا الموضوع ابليكابل على القطاعات الاخرى زي مثلا القطاعات الصحيه، القطاعات الترفيهيه، على حسب الاطلاع. يعني ان معظم القطاعات حاليا قطاعات الاعمال المختلفه، قطاع زراعي، قطاع صناعي، قطاع تجاري، حتى القطاعات التجاره الالكترونيه والامور من هذا القبيل كلها بقت تستخدم وتطبق الذكاء الاصطناعي. هل لو تدينا امثله عن بعض الامثله او بعض الحاجات المجالات الاخرى اللي يستعين بها في الذكاء الصناعي وبعض ادوات الذكاء الاصطناعي في مجالات غير المجالات الهندسيه؟ طبعا كل المجالات بتستفاد منه، يمكن اكتر مجال بيستفاد منه المجال الطبي. ليه المجال الطبي اكتر حاجه بتستفاد منها؟ لان في ناس كتيره استثمرت فلوسها في المجال الطبي زي بيل جيتس مثلا وناس كتيره من وادي السيليكون. ليه؟ لان هم عندهم
حلم اللي هو ايه الخلود النسبي. يعني ايه الخلود النسبي؟ يعني هو مش هيمنع الموت، لكن هو هيعمل تجديد للخلايا، فهو بيستثمر فلوس كتيرة جدا في فكرة تجدد الخلايا وان هو يقدر يعيش فترة اطول. يعني هي دي الفكرة، ان في استثمارات كتيرة في المجال دوت. مفيش مجال غير لما هتلاقي الذكاء الاصطناعي بقى جزء منه. ممكن مثلا ايه، عندي مشكلة، فبدل ما اسأل خبير في الموضوع ده بسأل الذكاء الاصطناعي وهو بيبدأ يدور في كل الكتب ويبدأ يجيب لي النتيجة. يعني مثلا لو انا مثلا عايز اتعلم اي علم من العلوم، تمام، عايز اتعلم مثلا ازاي الواحد يصطاد، ازاي الواحد عنده مثلا مشكلة في البيت بتاعه عايز ينظفها، عايز يعمل اي حاجة، مجرد ان انا ادخل واساله هو بيدخل على كميه كبيره جدا من الداتا ويبدا يجيب لي النتيجه. الفرق بينه وبين جوجل، جوجل محرك بحث، يعني ممكن يديني ايه 500 لينك، واللينكات ممكن تكون فيها مشاكل او ممكن تكون معلومات غير صحيحه. هو هنا بيقعد يفرز المعلومات كلها ويبدا يجيب لي الملخص الموضوع دوت. فخلينا ناخد مثلا المجال الطبي، طبعا في كل حاجه، يعني ان هو مثلا بيدي له كل المعلومات للمرضى خلال ال20 سنه اللي فاتوا. فهو اقوى حاجه في الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ان هو يتنبأ بوجود المشكله قبل ما تحصل. يعني ممكن دكتور قوي يقدر ان هو يكتشف حاجات معينه في الفحوصات، لكن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الطبيب ان هو يتنبأ بالمرض قبل ما يحصل بكذا سنه. يعني بيبدا يشوف المؤشرات اللي حصل عند الناس كلها قبل ما يجي لهم مرض الضغط او مرض السكر او مرض السرطان، اعزنا الله واياكم الامراض دي كلها، فيبدأ يتنبأ، فيبدأ ان هو يروح للدكتور ويبدأ ان هو يشوف العلاج قبل ما يصاب بالمرض دوت. في مجال الزراعة، في مجال يعني حتى في الأقمار الصناعية، في حاجات احنا كنا بنعملها نفس بخرائط مانوال، دلوقتي بقى الذكاء الصناعي مثلا في اوبن ستريت ماب بيفيدنا ان هو اوتوماتيك يبدأ يقول لنا ان الحتة دي مثلا مية، الحتة دي فيها مثلا مشاكل. عملنا قبل كده مشروع في افريقيا ان كان في مجاعه ومفيش ميه، فبالذكاء الاصطناعي بدانا نحدد اماكن الميه ونبعت للناس في المكان دوت ان ما تمشيش الناحيه دي، لا امشي وراك هتلاقي الميه عشان موضوع راعي الاغنام. فمجال مثلا زي الصحافه، ان هو بدل ما يدور على المعلومات كتيره جدا، لا هو يكتب اللي هو عايزه ويجي له الحاجات. ممكن تقول له اكتب لي قصه، فمجال القصص نفسها او مجال الفن نفسه بدا ان هو حتى امازون كان بيست سيلر للكتب، للكتاب كان معمول بالذكاء الاصطناعي. بس الفكره كلها ان هو ما دخلش على الذكاء الاصطناعي وقال له اكتب لي قصه وخدها كوبي بيست وحطها، لا ده بدا بعد ما عمل قال له لا غير الاسامي، لا ده بيعملها على شكل صغير قصه صغيره، طب اعمل لي صوره للحته ديت وهكذا. فالانسان لازم يتعاون مع الكمبيوتر في الحاجات ديت. في موضوع مثلا زي ان الواحد يتعلم برمجه، ممكن تخش تقول له انا عايزك تشرح لي برمجه. في موضوع اللغات، موضوع الترجمة، ان واحد شغل مترجم ده خلاص اتدمر، انت بتخش على الذكاء الصناعي وتدوس على الزرار تقول له ترجم بيني وبين واحد صيني، فهو تقول له كلمة بالعربي يقولها له بالصيني والعكس، الكلام ده في ثواني. في مجال الازياء بدأ ان هو ممكن مثلا ايه تديله اي شكل فيوريك حاجة 3D بتتحرك لابس نفس الهدوم اللي انت لابسها، ومجرد ان انت تشغل الكاميرا ياخد المقاس بتاعك كجسم ويبدأ ان هو يحطه ويوريك الملابس ده تبقى ضيقة عليك ولا واسعة عليك. فما فيش مجال، مستحيل تلاقي مجال على وجه الكره الارضيه غير لما تلاقي في ذكاء صناعي. على سبيل المثال مجال الزراعه، في تطبيق شفته واشتغلت عليه وعملت منه شويه حاجات، لو عندك اي زرع بتصوره بالموبايل هو يبدا يقول لك اذا كان في افات ولا لا وايه نوع الافات ديت. ده جاي من خلال ايه، ان هو بيصور كل ما يجي حشره او يجي افه او يجي اي حاجه ويبدا يسجلها. ده اللي هو ايه، التعلم الالي بالاشراف، ببدا ان انا اديله المعلومه واصلحها له وبتاع واقول له ده كذا وده كذا وده كذا، خلاص بقى موجود. فاي مرض يظهر بتصوره ويبدا ان هو يقول لك عليه. ممتاز جدا. ده معناه من كلامك كده ان خلاص تقريبا كل المجالات بقى توكل فيها بشكل كبير جدا. موضوع الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي بقى فيه تطبيقات كتير جدا تقريبا بتخدم جميع القطاعات. مما لا شك فيها مهندس عمر وانت سيد العارفين، يعني اي حاجه طالما هي لسه جديده وطالما هي في بدايتها اكيد بتواجه مجموعه من التحديات وبتواجه مجموعه من المشاكل. انا النهارده لو عايز استارت اب مثلا في حاجه زي كده وابدا اطبق الكلام ده بشكل عملي في شغلي مثلا او في المجال اللي انا بشتغل فيه، ايا كان المجال اللي انا بشتغل فيه،
اكيد هتواجهني مجموعه من التحديات. من وجهه نظرك كراجل بيشتغل في المجال ده عن قرب وبدا بالفعل يطبق هذه الابلكيشنز على نطاق عمله، ايه اهم التحديات اللي ممكن تواجهني انا او تواجه اي حد في اي مجال كان لو عاوز يبدا في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشركه بتاعته؟ ايه هي التحديات اللي ممكن يواجهها؟ طيب هو في تحديات كتيره جدا، بعضهم خلاص خلص، يعني كان في تحدي ان انا محتاج جهاز عملاق وسوبر ولازم يكون دلوقتي ممكن اي موبايل صغير بسيط خالص يبدا ان هو يشتغل على الذكاء الاصطناعي لان التطبيقات بتاعته بقت متاحه. لكن هي اكبر تحدي وده اللي ممكن يعمل مشاكل كتيره جدا اتنين، اول حاجه الكلام المبالغ فيه من الناس اللي هم يوتيوبر او ان هو راجل بيشرح الذكاء الاصطناعي فيعمل مبالغات او ما يتكلمش بصيغه حقيقيه، يعني حسسني ان الذكاء الاصطناعي دوت هسطبه هيحل لي كل المشاكل، زي مثلا ما حصل قبل كده شركه من الشركات كنت رحت عشان ابدا شغل فيها ويعني المفروض لسه قابل المدير فشغلت فيديو كده تعليمي ودخلت المدير وخرجت الناس ما تعرفش ايه هو البيم، بس لقيت ان انا سايب الفيديو هم ما عارفين ده فيديو فاكرين ده الكمبيوتر وشايفين الماوس بيتحرك وشايفين المبنى بيتبني والحوائط بتتبني، فهو قال لك بس يبقى البيم ده هيبني نفسه بنفسه، انت بس بتدوس على زرار وتروح تتغدى تيجي تلاقي لك عمل الشغل كله تمام. فهي دي الفكره، ان بتلاقي ناس كتيره بتتكلم ان الذكاء الاصطناعي دوت هو برنامج بتدوس عليه ويبدا ان هو يحل لك كل حاجه. انا بتلاقي كده يعني خش حالا على اليوتيوب هتلاقي ايه ازاي احقق مليون دولار من خلال الذكاء الاصطناعي، هتلاقي بقى يقول لك تعمل موقع كذا وتعمل موقع كذا وتعمل فيديوهات كذا وحاجات، لو الراجل ده كان بيكسب مليون دولار صدقني مش هيبقى فاضي ان هو يعمل لك فيديو. دي حاجه انا واثق منها صح. فهي دي المشكله ان هو بيحسسك الموضوع سهل جدا. لا الموضوع انا مثلا لو حبيت ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي في اداره المشاريع عمري ما هوصل حتى لو كنت شاطر في الذكاء الاصطناعي زي المهندس وليد، لان المهندس وليد لما يسال سؤال عارف يسال في ايه وعارف يجيب في ايه في اداره المشاريع، هيقول له مثلا المشكله الفلانيه كذا كذا، هيعرف يوصف المشكله بشكل كويس فيقدر يجيب النتيجه بشكل كويس. فانا مثلا لو واحد محاسب وهو الراجل شاطر جدا في المحاسبه واحنا الاثنين عايزين نعمل معادله حسابيه، هو اكيد احسن مني، يعني مش معنى كده ان الذكاء الاصطناعي هيلغي الخبرات اللي فاتت، لا هي خبرات لسه موجوده، هي المشكله في ان احنا نكسل ونبدا ان احنا نعتمد عليه زي الاله الحاسبه، يعني في حاجات مهارات بتحصل في مخ الانسان، مهاره الحسابات، فلو واحد قال لك لا انا مش هحسب حاجه بعد كده بالاله الحاسبه ده انا هحسبها مانيوال وبعد كده اعمل تشيك مع الاله الحاسبه واتاكد من الحساب بتاعتي، ده ممتاز، يعني هو ما لغاش التكنولوجيا وما لغاش الفكر بتاعه. مع الوقت لو كل شويه اي سؤال 2 في 2 بكام طب هشوف الاله الحاسبه المره دي هتنتهي تمام. انا مثلا من ضمن الحاجات اللي اكتسبتها من غير ما اخد بالي ان انا بحب اتفرج على كونان بس مفيش وقت فبشغل كونان بسرعه 2x او 3x، يعني بشغله بسرعه بحيث ان الحلقه تاخد مثلا 10 دقايق. دي مهاره، دي فعلا مهاره، زي مثلا لما تجيب واحد مثلا وتخليه يلعب فيديو جيم بقى عنده مهاره ان هو يشوف حاجه بسرعه. ففي مهارات في التفكير، المهارات في التفكير دي لو انت ما استخدمتهاش بتقف بتتلغي. لو انا كل ما سؤال يجي لي في اداره المشاريع اروح اسال الذكاء الاصطناعي واخد الاجابه كوبي بيست هتبقى فاهم مشاكل. الحاجه الثانيه ان احنا بنثق في الذكاء الاصطناعي بشكل بشع تمام، لدرجه ان في بحث مش هقول اسامي الناس اللي عملته ولا الجنسيات بتاعتهم، لكن هو بحث طبي متعلق بحاجات خطيره جدا، كان العقل او القلب يعني حاجه خطيره جدا، وعدد المشاركين في البحث ده 12 واحد، 6 كاتبين و6 بيراجعوا. البحث ده اتقفش في المجله ان مكتوب كده في وسط الكلام عفوا انا ذكاء اصطناعي ولا يمكنني الاجابه على هذا السؤال، يعني كسلوا ان هم يقروا ويستثنوا ان هم يعني 6 بيراجعوا وقال لك لا احنا واثقين في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ممكن مثلا من ضمن الحاجات ان انا بخليه يرد على الايميلات بتاعتي، ودي موجوده في الجيميل جاهزه وموجوده في اغلب الحاجات دلوقتي. لو انا قلت له رد على الايميلات وما بصيتش عليها ممكن يسبب لي كارثه، يعني ممكن يقول لك ايه الاجتماع الجاي انا عايزه يوم الجمعه الساعه 12 في وقت الصلاه، فعمل لي مشكله كده تمام، انا يوم الجمعه مثلا اجازه وفي صلاه وبتاع، فلازم انا اللي اقود. واللي قال الكلام دوت ده كان مع بدايه الذكاء الاصطناعي اللي هو كان لاعب شطرنج كيفن تقريبا، كان بيلعب اي بي ام جهاز بتاع اي بي ام
والجاز تغلب عليه، فقال لك انا بعد كده عايزين نعمل تيم بين الانسان وبين الذكاء الاصطناعي، لكن اللي يقود اللي ياخد الخطوه الانسان، يعني الانسان والذكاء الاصطناعي هيسالوا بعض الخطوه الجايه ايه، لكن اللي هيحرك هو الانسان مش الذكاء الاصطناعي. انا هتشاور معاه واخد معاه، لكن انا مش هبعت ايميل من غير ما اقراه، لان في الاول في الاخر ليا انا. ممكن اقول له ايه، اعمل لي عقد مثلا، عقد مع شركه، ولازم اقراه، ما هو عمل لي العقد وعمل لي حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها. لكن اقدر قال لي لا انا هاخد في المشروع ده 20,000 وهو المشروع ده 2 مليون، يبقى انا كده مش هقدر اقول له دي غلطه الذكاء الاصطناعي، دي غلطتي انا. تمام، دي من ضمن المشاكل. برضو من ضمن المشاكل الهلوسه، هو ساعات بيهلوس. تمام، واخطر حاجه في الهلوسه، يعني ممكن اقول لك 100 مثال على موضوع الهلوسه دوت وهتشوفه بنفسك، لكن اخطر هلوسه كانت موجوده في القران الكريم. ان انا ممكن اقول له على مثلا، انا بقول له عايز ايه كلمه من القران، فلاقيه جاب ايات مش موجوده، يقول لي مثلا الايه دي في سوره طه وسوره الكهف وانا عارف انها مش موجوده. اقول له مثلا الوضوء، فهو يقول لي إيه، اقول له المفروض نغسل لحد الكعبين، فهو بيتلخبط فيروح ممكن يعني ايه الركبتين بدل الكعبين، فلسه مش قادر يفهم ان في نصوص ما ينفعش انها تتغير او تيجي بالالفاظ او حاجات زي كده. ممكن الهلوسه تساله فيقول لك يدخل لك ان حد من صحابه في العصر الحديث والحاجات ديت. مع الوقت الهلوسه بتقل، لكن لسه في نسبه كبيره من الهلوسه. الهلوسه دي نتيجه ان هو ما بيحبوش ان هو يبقى مقيد، يعني انت ممكن تقول له ايه تقيد التزم بكل حرف موجود، ساعتها هياخد الكلام كوبي بيست زي ما هو. انما الهلوسه بيبدا يشوف ايه اقرب كلمه موجوده ويبدا يدخل الكلام ويجيب لك كلام منسق، لكن ساعات بيبقى فيه اخطاء تاريخيه واخطاء رهيبه جدا. فدي اكتر المشاكل، لكن لازم نتغلب عليها. يعني كلام حضرتك يعني كده انت زي ما بتكون بتدينا زي رساله تنويه او رساله توعيه، خلينا نقول للناس المعتبره ان ممكن الذكاء الاصطناعي ده يتم الاعتماد عليه اعتماد كلي، وان في يوم من الايام يتم يعني عدم الاعتماد على الانسان والاعتماد بشكل كبير جدا على الاي اي في تنفيذ المهام. انا شايف من وجهه نظري واؤيد كلامك طبعا، احنا في بدايه في نهايه السنه اللي فاتت كان في مؤتمر للبي ام اي هنا في الرياض، كان بيتكلم عن البروجكت مانجمنت براكتس بشكل عام، وكان في جزئيه كبيره جدا بيتكلموا فيها عن الذكاء الصناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكانوا بيتكلموا في حته مهمه جدا، الناس اللي هي بتظن ان في يوم من الايام ان الذكاء الاصطناعي هيمحي وجود بعض الوظائف. وكان التأكيد في المؤتمر دوت تحديدا على ان الذكاء الاصطناعي هيمحي وجود الناس التي لا تتعامل بالذكاء الاصطناعي ولا تعتمد عليه او بتستخدمه بشغلها، لكن ده مش هيمحي وجود الانسان. فده تأكيدا على كلامك ان حتى لو انا كبروجكت مانجر او كراجل بشتغل في ادارة المشاريع او بشتغل في اي مجال كان، ايا كان اعتمادي على مدى قدرة الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، لازم كمان استخدم الهيومن فاكتور او العنصر البشري في الموضوع، لازم ان انا اللي اكون بدير الموضوع وانا اللي بدير المنظومه، واي مهام بيتم تنفيذها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي تتم تحت اشراف الشخصي، لان في الاخير هي في الاخير اله، ايا كان انت علمتها ازاي او ايا كان انت روضتها ازاي في شغلك، هي في الاخير مجرد اله بتشتغل بواحد زائد واحد يساوي اثنين، ممكن يحصل فيها مشاكل خصوصا في الامور اللي فيها ايموشن او فيها امور عاطفيه او فيها امور يعني حسيه اكتر. فده تصديقا لكلام حضرتك ان الناس اللي بتخشى ان الذكاء الاصطناعي ممكن يمحي وجودهم او يمحي الوظائف اللي هم بيشتغلوا فيها، انا باكد لحضرتك طبعا المفهوم ده غير صحيح، لان في الاخير الذكاء الاصطناعي هي مجرد اداه بتساعد مدير المشروع، بتساعد الدكتور، بتساعد المحاسب، بتساعد المهندس، بتساعد المدرس في تنفيذ المهام بتاعته، ولازما هذه المهام او لازما هذه الادوات تكون تحت اداره واشراف ومسؤوليه مباشره من الشخص اللي بيشتغل، وليس اعتماد كلي على ادوات الذكاء الاصطناعي. خليني يا استاذ عمر ننتقل الى جزئيه ثانيه برضو في هذا الصدد، ونشوف ايه هي اللي بيسموها البيست براكتس او افضل الممارسات اللي المفروض تتم او المفروض تتنفذ علشان اضمن ان انا فعلا بستخدم هذه الادوات بشكل سليم وبشكل ايثكس، يعني بيحاكي موضوع اخلاقيات المهنه زي ما بيقولوا. ايه اللي المفروض ان انا اتبعه انا وغيري وحضرتك والناس اللي موجودين معانا؟ ايه الايثكس الموضوع استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي؟ هل الموضوع ليه اخلاقيات ولا موضوع مفتوح واوبن وممكن اي حد يعمل اي حاجه بادوات الذكاء الاصطناعي؟
طيب، من تقريبا 4 أيام أو 5 أيام في السعودية أصدروا قرار خاص بموضوع الذكاء الاصطناعي، بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي دوت، إن أنا ما استخدمش الذكاء الاصطناعي من غير ما أقول إن أنا مستخدم الذكاء الاصطناعي في الحتة ديت. يعني لو أنا مثلا بتكلم في أي كلام لازم أقول الحتة دي تبع شات جي بي تي، ما ينفعش في كتاب مثلا أو محاضرة أستعين بجزء من الذكاء الاصطناعي من غير ما أشير للموضوع ده. يعني لو بحث علمي اكتشفوا إن في جزء كبير ما حطيتش بين قوسين ان ده تبع الذكاء الاصطناعي هيكون في مشكله. طبعا خليني اقول لك بس على نقطه كده سريعه، اليوتيوب ناس كتيره بتقول ان هو بيقفل المحتوى بتاع الذكاء الاصطناعي، تمام، والكلام ده صحيح، لكن فعلا في قنوات كتيره كبيره اتقفلت بسبب الذكاء الاصطناعي. طب ازاي؟ هو ما اتقفلش بسبب الذكاء الاصطناعي، هو تم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتعارض مع الاخلاقيات فاتقفل. يعني واحد استخدم الذكاء الاصطناعي وخد صورة عمر من غير ما استأذن عمر وعمل بيه فيديو يسيء لعمر، فدي بلا شك بلا نقاش سواء ذكاء صناعي او غير ذكاء صناعي ده ضد الاخلاقيات وده لازم يتقفل. واحد مثلا عمل فيديو اتنشر اشاعة على حد، فده برضه لازم يتقفل. حد نشر معلومات كاذبة، خد كلام من الذكاء الاصطناعي وألف كلام وبدأ ان هو ينشر كلام غير صحيح، فده بيعمل معاه مشكلة كبيرة. حد خد صوت حد من غير ما يستأذنه وبدأ ان هو يستغله، مثلا خد صوتي وبدأ ان هو يشرح حاجات بصوت انا من غير ما يستأذني، فدي بتقفل القنوات. ان انا ما مشيتش على الاخلاقيات، كان المانيا من شهر تقريبا قالت يعني في زي حاجات هتقدم على الحكومه فيها، فيقول لك لو استخدمت الذكاء الاصطناعي لازم تقول لي انا سامحه لك ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي، مش مانعك ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن امنعك ان انت ما تقولش ان ده ذكاء صناعي، فلازم ان انت تقول الذكاء الصناعي. كنت انا بدرس في احدى الجامعات، فكنت بقول للطلبه انا عايزكم تستخدموا الذكاء الصناعي، مش بقول لكم ما تستخدموش الذكاء الصناعي، انا نفسي تستخدم الذكاء الصناعي، تعال اعلمك الذكاء الصناعي تستخدمه ازاي، لكن مش معنى كده ان احنا هنغش، احنا معنى كده هنستخدمه وبعد كده نسال نفسنا ايه الاخطاء اللي موجوده. يعني عملنا شويه صور من الحضاره المصريه القديمه اللي هي عصر الاسرات، وعملنا حاجات مثلا من العصر المملوكي، التراث ده يختلف ايه عن الحاجات الحقيقيه؟ ايه المشكله مثلا؟ ده هنا كان في مقرنصات ما كانتش موجوده في العصر دوت، ده الاعمده دي اعمده يونانيه مش اعمده مصريه وهكذا. فهي الفكره كلها ان انت يعني لما تستخدم الذكاء الصناعي تقول لي ان انت استخدمت الذكاء الصناعي، ما تعملش ان انا هغش المدرس. يعني انا بدرس ذكاء صناعي لطلبه عندها 5 سنين او 6 سنين، تمام، بعمل كورسات كده بشرح لناس عندها 5 6 سنين ازاي يبرمجوا الذكاء الاصطناعي، ودي كانت مستحيل تحصل من كذا سنه. الذكاء الاصطناعي بدأ مع الحرب العالميه الثانيه، بدأ يعني من سنه 1944 دي بدايه الذكاء الاصطناعي، كانت في شفره المانيا بتعملها وبتتغير كل يوم، فالامريكان بيفكوا الشفره دي في اسبوع، فلما بيفكوها تكون الشفره ادمت واتغيرت، فبدأوا انهم يعملوا جهاز يفك الشفره دي. فكان ساعتها محدش بيقدر يفهم فكره مصطلح الذكاء الاصطناعي ده غير دكتور في هارفورد وحاجات كبيره قوي، دلوقتي بقى الطلبه ممكن انها تفهمه. فانا بقول له ايه؟ ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي في ان هو يحل لك الواجب، استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يشرح لك السؤال ويشرح لك الاجابه، تمام؟ لو انا خليته خدته كده الاجابه وقلت له جاوب وجاوب عليها وانا اديتها للمدرس من غير ما افهم، خلاص المدرس لو سالني سؤال هكتشف ان انا حد غششني او ان انا ما ملتزمش بالحاجات. لا، انا ممكن اقول له انا جاوبت صحح الاجابه، طب ايه الاجابه؟ طب ايه الصح بتاعها؟ طب وجد لي غلطات. في برامج كده معموله للاطفال مثلا في اي كيدز وحاجات زي كده، بتصور انت الدرس وتقول له اسالني اسئله يتاكد ان هو جاوب. يعني انا رفعت له مثلا البوستر اللي حضرتك عامله، قول لي اسم المحاضره مين؟ طب اسم المهندس وليد ايه الوظيفه بتاعته؟ طب اللقاء ده امتى؟ هو يبدا يديني اسئله فانا اجاوب عليها، فاتاكد ان انا فهمت الدرس او البوستر اللي موجود. ممتاز، ممتاز جدا. طيب يا مهندس عمر، الدنيا رايحه فين؟ احنا دلوقتي يعني ما شاء الله انت قلت لنا يعني الموضوع تطور بشكل كبير جدا، بقى تقريبا شبه متدخل في كل شيء. انت شايف المستقبل فين في الذكاء الاصطناعي؟ هل الموضوع هيتطور اكتر من كده ولا هيتوقف على هذا الحد؟ هل الموضوع هيؤدي الى مخاطر مستقبليه؟ خليني برضو يعني نكون متفائلين شويه، ولو تدينا كده نظره للمستقبل، انت شايف الموضوع رايح على فين واحنا هنوصل لفين؟ طيب، هي الفكره كلها في التسرع الرهيب جدا اللي حصل. يعني
من 1950 مثلا لحد 2020 تقريبا كان الموضوع ميت خالص الذكاء الاصطناعي. عشان تعلم الذكاء الاصطناعي لازم تبقى ادفانسد في البايثون، قوي جدا في لغه البايثون، وتكون عارف لغه اسمها لغه الليسب، وتكون عارف يعني محتاجه فعلا حد جبار جدا، دكتور في الجامعه متخصص في الموضوع ده عشان يبدا بس ايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان مثلا في كمبيوتر فيجن السي في، ان هو يتعرف على شكل الشخص، دي كانت محتاجه فعلا تاخد كورس لمده سنتين ثلاثه عشان تفهمها. دلوقتي البرنامج موجود بدوس عليه بيبدا ان هو يفهم ويبدا ان هو يتعامل. وبقول لحضرتك انا بشرح السي في ديت لطلبه عندها 5 6 سنين، وخليه يعملها بنفسه ويجربها ويبدا ان هو يفهم. ده انا المره دي مثلا ايه هبقى ماسك لعبه، والمره الجايه همسك مثلا كذا، ويبدا يفرق. فالموضوع دلوقتي اصبح متسارع زاد عن اللزوم. يعني احنا شفنا شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4. شات جي بي تي 4 الاو ميزته ان هو بيقدر يتعامل مع حاجات مختلفه. يعني انا ممكن امسكه وادخل على الثلاجه واقول له ايه دي الاكل اللي عندي، قول لي ايه الاكل اللي ينفع اعملها بالمكونات ديت، عندي طماطم وعندي جرجير وعندي كذا، قول لي ايه الاكلات واديني الوصفه عشان اعملها. وعلى فكره انا بعمل كده، انا قاعد في البيت دلوقتي لوحدي، فساعتها اقول له انا عندي كذا وكذا وكذا. طب دي انا مش انا ما عملتش دي قبل كده، دي ده ممكن اعمل بيه ايه، والحاجات اللي عندي كذا ومش عايز انزل اشتري. فهو بيبدا يقول لي على صفات بالاكلات اللي موجوده معايا، ممكن تكون الوصف مش مصريه خالص ولا عربيه. فتخيل بقى ان شات جي بي تي او دوت اللي احنا مبهورين بيه، ان انا ممكن في اي وقت اسمع مزيكا اقول له المزيكا دي قول لي بتاعت ايه، فيبدا ان هو يقولها لي. يعني بيقدر ياخد الميديا والصوت والكلام ويديني ميديا وصوت وكلام زي الفل. يعني ممكن ادي له مثلا صوره واقول له ركب لي عليها فيديو وحاجات كتير قوي. ده بيقول لك ان ده اشبه بطالب في اولى ابتدائي بالنسبه لشات جي بي تي 5 اللي هينزل الشهر ده، يعني مش لسه قدام 5 6 سنين. فبيقول لك ان 5 يعتبر زي دكتور في الجامعه، هيبقى فاهم فكره ايه المنطقيه في الموضوع والفلسفه في الموضوع، وعنده استعداد ان هو يشك في حاجات ما كانش شات جي بي تي 4 بيقدر يفهمها. فالتناقلات الرهيبه بين شات جي بي تي 3 و4 و5 في فتره قليله جدا، يعني احنا مش بنتكلم على 20 سنه، ده احنا بنتكلم يعني 6 شهور وتلاقي حاجه ثانيه ظهرت، وعندنا جيميناي وعندنا الحاجات دي. فالموضوع مش مرعب تمام، لكن موضوع ان انت لازم تبدا تبقى يوزر قوي. ما بقولكش اعمل شات جي بي تي 4 و5 ونفسه، بس على الاقل تقدر ازاي تستخدم الحاجات دي بشكل سهل جدا وبسيط، لان الطلبه في ابتدائي واعدادي بنشرح لهم الحاجات دي وبيقدروا ان هم يبرمجوها، بيبرمج برنامج يخليه يتعرف على الصور ويتعرف على الاشكال ويبدا ان هو بيرسم، ويبرمج روبوت. يعني بنديله بكورسات ازاي يعمل روبوت لطالب 7 8 سنين تمام، يعني الاردن اهوت تمام، بيقدر هو في قلب الكورس دوت، يعني كورس مجاني مش بنعمل دعايه ولا حاجه، بس يقدر ان هو يوصل الحاجات مع بعض ويبدا ان هو يبرمجه. فكره ان انت تبرمج حاجات بالشكل دوت كان زمان فعلا صعب، دلوقتي اصبح بالبرمجه بالمكعبات، بتوصل حاجات ببعض كده كانك بتلعب لعبه المكعبات من اسباب اطفال زي لغه سكراتش وبيكت فيو، حاجات بسيطه خالص تناسب الناس وكلها. طيب الذكاء الاصطناعي اخاف منه؟ لا ما اخافش منه. حاجتين الناس بتخاف منهم، ان هو ياخد مكانه في الوظيفه، وان هو يسيطر على العالم ويبدا يعمل جيش ويعمل انقلاب. طيب في الحالتين هو مش الذكاء الاصطناعي اللي يعمل كده. ليه؟ لا ممكن اقول لك يعني امثله من الدين وبابا، بس خلينا نتكلم في الجزء اللي هو ايه علمي او اكاديمي شويه. هو ما عندوش الغريزه، ما عندوش الشعور ان هو حب التملك. يعني ايه اللي هيخليه يتحرك؟ هو ما عندوش حب تملك، هو مش عايز ياخد يديني كتف وياخد وظيفتي تمام. هو مخصص للمساعده بتاعتي. لكن ايه المشكله؟ ان هو في الوظيفه مش هو اللي هياخدها، بس زميلك اللي بيستخدمه لو انت ما استخدمتهوش. يعني انا مثلا بعمل لوحه في اليوم، واحد صاحبي انا الكلام ده مثلا من 15 سنه كنت انا بدات اتعلم، ما كانش عندنا شغل، فبدات اتعلم اوتوليزب، وكان ده في 2009 بدات اعمل لزبات اوفر على نفس الشغل. فاول ما تجيلي شغلانه في قلب الشغل اروح مخلص كل شغل اللي هو 10 بيخلصوه انا بخلصه بالاوتوليزب والبرمجه البسيطه خالص. فالذكاء الاصطناعي هتلاقي مثلا انت بتحب تستخدم الاكسل العادي، وزميلك بدا ان هو يسال الذكاء الاصطناعي انت بتكتب له بالعربي كده انا عايز تكتب لي معادله تجمع 5 حاجات مع بعض، فهو يعملها لك. يعني خلينا اقول لك على حاجه، كل الشركات التكنولوجيا بلا استثناء واتحدى كلهم
ومثلا اوتوديسك منهم مثلا، وكل الشركات العظمى الكبيره ومايكروسوفت نفسها عملت برضو اللقاء دوت. اخوانا احنا لو احنا ما استخدمناش الذكاء الصناعي، ممكن تيجي شركه صغيره في اي دوله بسيطه خالص فيها 5 6 اشخاص، مش 20 مليون، ومبرمجين صغيرين يعملوا برنامج جديد علينا. فاحنا لازم احنا نسبق وندخل الذكاء الاصطناعي في الاوتوكاد، في تيكلا، في الريفت، يعني كل الاصدارات الجديده هينزل فيها التولز ديت، بحيث انها تقدر تعمل نهضه كبيره جدا. يعني مش هيبقى اصدار جديد، لا ده هيبقى فرق زي بين الاوتوكاد والريفت. انا كنت لسه شايف بعض البرامج منهم مثلا بلندر وحاجات زي كده، انت تكتب له مثلا، وبرنامج الراينو ممتاز جدا في القصه دي، تقدر تكتب له كده انا عايزك تعمل لي تصميم لمبنى 3 ادوار، بتكتب له بالانجليزي يعمل لك التصميم كله. طب لا انا عايزك تشيل الحوايط، اعمل لي سيلكت للحوايط اللي طولها اقل من متر، فيبدا يعمل لك سيلكت عليها كلها، مش بدور ولا ده، انا بكتب له اعمل لي سكادول يعمل كذا، فيبدا يعمل لي سكادول. فحاجه خطيره جدا. الناس اللي خايفه ان الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم، مستحيل يحصل، لان هو ما عندوش المشاعر وما عندوش الرغبه في التملك، ما عندوش غريزه. لكن ممكن واحد يكون حاكم يقول لك ايه، انا هجيب احسن عباقره واديهم كل الفلوس، بحيث ان هم يعملوا لي انظمه مراقبه وانظمه تجسس وانظمه تحكم، واقدر ان انا في اي لحظه اطفي النور مثلا على البلد كلها، او يعني يقدر ان هو باستخدام الذكاء الاصطناعي يسيطر اكتر ما هو مسيطر. فهي دي اللي احنا خايف منها، ان حد يستخدم الذكاء الاصطناعي استخدام ضد رغبتي. بس مهندس عمر، انت يعني اخيرا تنصح الناس بايه؟ احنا دلوقتي كلنا سواء عندنا معلومات عن الذكاء الاصطناعي نستخدمه او ما بنستخدموش، بنسمع عنه او ما بنسمعش عنه، اكيد عمر سليم ليه نصيحه للناس بشكل عام في الموضوع ده، تنصحهم بايه؟ طيب، هو الذكاء الصناعي مش موضه، يعني مش حاجه هتطلع شويه وتنزل، لا هو جه وبدا يمسك، وبالذات ان في حاجات كتيره دخلت اوبن سورس، يعني مفتوحه المصدر، فممكن اي حد يتبنى الموضوع ويكمل. فالنصيحه ان الواحد يجرب كتير، يعني في اول مره هتجي لك النتيجه سيئه جدا. يعني اول مره دخلنا مثلا نعمل صور على مثلا اي برنامج الصور، بينج مثلا او ليوناردو او كده، كانت النتيجه سيئه. ليه؟ كنا بندي كلام بسيط، وكان دلوقتي ممكن لو قلت له حاجه يطلع لك تحفه فنيه رهيبه جدا. فلازم انت تجرب نفسك، تستخدم كتير، ممكن حتى تلتحق معانا بالكورس اللي هو بتاع الاطفال دوت، هو بسيط جدا، هو مش الاطفال يعني، بنبسط زياده عن اللزوم، ونبدا نشوف امثله صور وفيديوهات اكتر من الكلام، بحيث ان الواحد يستوعبها بشكل افضل. استخدم الادوات بشكل كل شويه، فكر ازاي ان انا احسنها. يعني ممكن اساله سؤال يجيب لي اجابه، لا ده انا هساله سؤال تاني يجيب لي اجابه افضل. طب لا الاجابه دي هل انا راضي عنها ولا في تحسين ليها؟ طب فين المصادر؟ مثلا عايز يعمل لي صور، ادي له ما اقولوش اعمل لي فيلا، اقول له اعمل لي فيلا لمهندس معماري. جرب كده، اقول له فيلا لمهندس معماري، هيجيب لك فيلا مخصصه لمهندس معماري فيها مثلا اشكال معينه، حاجات زي كده. قلت له عايز فيلا لدكتور سنان، فبدا يجيب لي الحاجه ديت. فتبدا تشوف كل التولز اللي توفر عليك وقت وتقدر انت تستخدمها بشكل كويس في التخصص بتاعك. كل التولز دلوقتي، كل التولز بلا استثناء بدا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي. اي تطبيق على الموبايل بيبدا يدخل ان هو يبدا ان هو يتعرف على الصوت، ان هو يبدا ان هو ينظم الافكار بتاعته. يعني حاجات نوشن مثلا كان بينظم الحاجات، بقى اصبح ينظم من خلال الذكاء الاصطناعي، يبدا ان هو يشوف، يعني جوجل مثلا بيشوف الايميلات بتاعتك ويبقى عارف المواعيد اللي انت فاضي فيها. فلو انت قلت له عايز الميعاد ده، يقول لك لا خلي بالك ان عندك ميعاد في اجتماع في اليوم الفلاني، فاختار ميعاد تاني. فان انت تتابع كل شويه الحاجات اللي بتحصل جديده في الذكاء الاصطناعي، وتبدا تختار ايه افضل تولز شايف انها بتوفر معاك. انت متخصص في ايه؟ يعني انت متخصص مثلا في التصميمات، ابدا شوف ايه اكتر حاجه في التصميمات، تابع كل جديد، لان تقريبا يوميا يعني اكاد اجزم ان انا مفيش يوم بيعدي غير وتلاقي 10 حاجات جايه جديده، 10 حاجات مش حاجه واحده، 10 حاجات. في مثلا جيميناي نزل حاجه، فنلاقي مثلا ابل نزلت حاجه ثانيه، فنلاقي اوبن اي اي نزل، ليوناردو بيعمل تحديثات، والتحديثات رهيبه، يعني ما بقاش كل تحديث كل سنه ولا بتاع، ده ممكن يحصل تحديثين في يوم واحد. فلازم انت تبدا تشوف، ونبدا ان احنا نشارك المعلومات من بعض. لازم تبقى حاجه يوميه بالنسبه لك،
ان انت مثلا بتسال شات جي بي تي او بتسال كوبايلوت. كوبايلوت حلو قوي ان هو بيعمل لك صور وبيعمل لك كلام وموجود على الموبايل وتقدر تستخدمه، كل الحاجات دي مجانيه. ممتاز. خليني كده في نهايه اللقاء بتاعنا سيد عمر بس الخص يعني الخص سريعا اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. ما شاء الله يعني انت يعني اسلكت صدري صراحه بكلامك، ما شاء الله كلام غزير ومفيد جدا. احنا طبعا اتكلمنا في البدايه، عرفنا ايه هو الذكاء الاصطناعي وقلنا ان الذكاء الاصطناعي هو عباره عن مجموعه من الانظمه بتحاكي بيها الذكاء الطبيعي للانسان ولكن بشكل اعلى او بمستوى اعلى. احاول انا من وقت للتاني ان انا استخدم هذه الادوات ان انا اطوعها في خدمه قطاع الاعمال او في خدمه المشاريع او البروسيسز والجفرنس اللي انا بشتغل فيه بشكل عام. دي حاجة كويسة جدا ان انا استعين بالذكاء الاصطناعي عشان خاطر اسهل عليا التاسكات بتاعتي، اسهل عليا العمليات اللي انا بعملها، اعتمد عليه كانه المساعد بتاعي او المساعد الشخصي بتاعي. كمان اتكلمنا ان الذكاء الاصطناعي زيه زي اي حاجة في الدنيا، ليه اساليب وليه مبادئ، ومن خلال هذه الاساليب والمبادئ بنبدا ان احنا ندير هذه المساليب هذه الادوات بشكل او باخر بطريقه لازم تكون ايثيكالز او معتمده على اخلاقيات المهنه بشكل كبير. وقلنا كمان او انت ذكرت لنا كمان جزئيه مهمه جدا ان تقريبا الذكاء الاصطناعي بقى شبه متوغل في جميع الانظمه، في جميع القطاعات سواء القطاع الهندسي، القطاع الصحي، القطاع الطبي، القطاع الفني، الاداري، التجاري، كل تقريبا القطاعات، اي قطاع كان اكيد هتلاقي فيه على الاقل مجموعه من الادوات اللي بتستخدم او بتطبق مفاهيم الذكاء الاصطناعي. وقلنا ان افضل الممارسات اللي احنا بنتكلم فيها في عمليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نحسن اختيار الاداه ونستخدم الاداه دي في مكانها الصحيح بالشكل الصحيح، ولا نعتمد اعتماد كلي على الادوات دي، ولكن لازم تكون هذه الادوات تحت اشراف المباشر للشخص نفسه، لان اي حد بيخشى ان الذكاء الاصطناعي في يوم من الايام هيمحي وجوده هو كبني ادم او كانسان، المفهوم ده غير صحيح. طبعا بناكد هذه المعلومه ان هذا المفهوم غير صحيح، وان يظل الاعتماد على العنصر البشري مهم جدا، لازم يكون عنصر بشري موجود معانا حتى النهايه مهما كانت الادوات اللي احنا بنستخدمها ومهما كانت متقدمه، يظل العنصر البشري هو العنصر الاول الاهم في عمليه اداره المنظومه بشكل كامل. واخر حاجه انت حضرتك ذكرت لنا المستقبل، الموضوع الذكاء الاصطناعي يزال في تطور مستمر وكل يوم في جديد، تطلع عندنا مجموعه من الادوات بشكل تقريبا شبه يعني شبه يومي، تطلع عندنا عشرات بل المئات من الادوات الجديده، ولازم اي شخص يشتغل في اي مجال إن كان سواء في المجال التعليمي، المجال الطبي، المجال الصناعي، المجال الهندسي، واتيفر المجال، لازم يكون ابديتد بشكل مستمر، يكون دايما بشكل دائم على اطلاع بكل ما هو جديد في هذا المجال. انا ختاما بشكر حضرتك زميلي العزيز عمر سليم على كل هذه الايضاحات وهذا الطرح المثمر اللي حضرتك اسلكت بيه صدورنا النهارده، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وبشكرك شكرا جزيلا على قبولك الدعوه وحضورك معانا وكل هذه المعلومات السريه اللي انت طلعت علينا بيها، وبشكر زملائي الحضور المشاركين معانا في الجلسه بتاعت النهارده. ولو في اي حد من الزملاء عنده اي سؤال ممكن ناخد مجموعه من الاسئله، وما عندكش منع يا استاذ عمر. جزاكم الله كل خير، انا تحت امرك طبعا. الله يرضى عليك. احد الاسئله ابو معاذ بيقول هل ممكن استخدم الموضوع دوت في عمليه المناقصات، وان انا مثلا استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في عمليه طرح المناقصات، ان انا اعمل مثلا مناقصه لو انا بطرح مشروع جديد وادخله مجموعه من الاسعار يساعدني في عمليه ان انا اعمل بيدنج او ار بي مثلا لمشروع كان. ممكن ومش ممكن، هي ممكن فعلا ان انت تدي له الملف وتقول له خد هنا ابدا حط له اسعار، لكن هو هيدور فممكن يجيب لك اسعار قديمه، يعني لازم بعد ما يجيب لك الاسعار لازم تكون انت متمكن من الحاجه، بحيث ان هو لو جاب لي يعني انا ما اعرفش كل الحليب بكام دلوقتي في مصر، بس بفرض مثلا ان هو ب 20,000 وهو قال لك ب 10,000، يبقى عندك السنس ان انت تعرف ان الرقم ده غلط، فتقول له لا خلي بالك ان الارقام دي المصدر ده ما تجيبش منه تاني، هات لي المصادر اللي موجوده بتاريخ النهارده،
فيبقى عندك ايه الامكانيه ان انت تاخد بالك من حاجه زي كده. فاه ممكن بديله الملف الملف الاكسل واقول له خلي بالك من ارقام معينه عايز تتملي، ابدا دور لي عليها وهاتها لي، بيعملها بشكل كويس. بس في نقطه لازم اكون قوي. هقول لحضرتك حاجه، في واحد صديق ليا عمل حادثه فبعت لي صور الاشعه، بيقول لي اسال الذكاء الاصطناعي اعمل ايه هو الذكاء الاصطناعي هيجاوبني بس في احتمال 20% بالخطا. لو انا اديته وصفه يعالج رجله بطريقه غلط، قلت له حط لي مثلا بدل الجبس ده اسمنت، انا كده دمرت له رجله. فلازم اللي يسال يكون في التخصص بتاعه، بحيث لما تيجي الاجابه يقدر يفلتر اذا كان في هلوسه ولا الاجابه صحيحه. جزاك الله خير. طبعا هو تاكيدا على كلام حضرتك، هي في مقوله دايما زملائنا اللي بيشتغلوا في المجال ده بيقولوا ايه، او بيشتغلوا في الداتا مانجمنت بشكل عام، بيقول لك جاربج ان جاربج اوت. كل ما انت خليت البيانات اللي انت بتدخلها والمعلومات اللي انت بتذكرها كل ما كانت ماتيور اعلى، درجه النضوج بتاعها ومستواها التقني او درجه دقتها اعلى، كل ما كانت الاجابه بتاعتك كانت اعلى وافضل بشكل كبير جدا. وده تاكيدا على كلامك ان انا ماشي بعتمد على الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يتم الاعتماد عليه بشكل كلي. في سؤال تاني من احد الزملاء بيقول، ما هو دور واثر الذكاء الاصطناعي على تحسين ممارسات مكاتب اداره المشاريع؟ طيب بسم الله الرحيم. في حاجه في الذكاء الاصطناعي اسمها التعلم الالي. التعلم الالي ايه؟ ان هو هيكون قاعد جنبي وانا كل ما باخد خطوات هو بيبدا ان هو يشوف انا بعمل ايه ويبدا يتعلم مني. تمام، يعني هو بيبدا بان انا بديله كل كتب ويبدا ان هو يتعلمها فيها. بعد كده لو انا وقفت في مشكله ابدا اساله، طب قدر جاوبني غلط فانا اقول له لا انا هاخد قرار تاني، فهو يبدا يتعلم من القرارات الجديده. يبقى هو عنده قدره ان هو بيثبت على الكتب اللي موجوده، ممكن تكون الكتب دي فيها يعني قديمه شويه او مش معاصره، فهو هيتعلم مهندس وليد. لما مهندس وليد خد القرار يبدا يحلل خد القرار ده على اساس ايه، ويبدا ان هو لو اتعرض لموقف تاني يبدا يشوف مهندس وليد خد ايه ويبدا ان هو يمشي عليها. فهو ميزته ان ممكن يكون عندي مشروع كبير وفي داتا كتيره جدا وانا مش قادر يعني اتذكر كل التفاصيل اللي موجوده، فهو يبدا ينبهني مثلا ده الشخص الفلاني هو اللي ممكن يجيب لي الحاجه ديت، لا الشخص ده ما تتفقش معاه لان هو اتاخر مره في التسليمات. فيبدا يكون عونا ليا، هو مساعد ليا، كان انا جبت واحد عنده ذاكره قويه بيبدا يساعد معايا ويبدا يتعلم مني انا، ويبدا ان هو يشوف انا بفضل ايه. يعني ممكن يكون عندي اسلوب معين في الاداره فيبدا ان هو ينصحني بالاسلوب دوت، بس لازم انا كل شويه انبهه بقى اقول له انا بستخدم الاسلوب دوت او انا موجود في دوله كذا، فما اقولوش ان المشكله وخلاص، لازم احكي له المشكله بالتفصيل بتاعتها عشان يبدا يديني نتيجه كويسه. وشات جي بي تي 3 كان ذاكرة بتاعته قليله، يعني لما اساله على حاجه ما يبقاش فاكر الحاجه اللي انا قلت له من اسبوع، دلوقتي لا بيفتكر. يعني في مره مرات قلت له انا مسلم مثلا، بعد فتره قلت له اقترح عليا اكل، فماشي يحط لحم خنزير على طول، يبدا ان هو يحذف اي حاجه حرام. هنا برضو في اداره المشاريع، لا انا ما بقبلش اي اقتراح يكون مخالف للقانون، يبدا ان هو يشطبه ويركز على الحاجات اللي هي ايه تكون كويسه. فمع الوقت هو بيتعلم كل قرار باخده. على ذكر مكاتب اداره المشاريع، انا طبعا يعني بحكم تخصصي يعني في الموضوع ده وانا بشتغل فيه الحمد لله يعني بقالي فتره كبيره، من الحاجات اللي احنا عملناها مؤخرا باستخدام الذكاء الاصطناعي، كان عندنا حجم اعمال كبير جدا متوزع على مستوى المملكه، واحنا بنشرف على هذه الاعمال بشكل يعني مباشر، وكان بتواجهنا مشاكل ان بيجي لنا استفسارات كتير جدا من زملاء في العديد من المشاريع بخصوص بعض المشاكل التقنيه في استخدام اداه معينه في ريبورتنج سيستم، يعني عمليه اداره التقارير. يعني ف واحد من الزملاء، وانا كنت من يعني من الله الفضل والمنه كنت من المشاركين في هذا العمل، ان احنا عملنا زي شات بوت جوه مايكروسوفت تيم. الشات بوت ده كان عباره عن ايه؟ بدل ما كل شويه حد يكلمني من المشاريع يقول لي الحقني يا باشمهندس عندي المشكله الفلانيه او عندي الحاجه الفلانيه او عندي الكذا المشكله الفلانيه، عملنا ليسون ليرن داتا بيس، يعني قاعده للدروس المستفاده من المشاريع اللي موجوده، وغزينا بيها شات بوت تم وضعه في مايكروسوفت تيم بقى بشكل اوتوميشن، يدخل الشخص على مايكروسوفت تيم اللي هو موجود اوريدي في الشركه كل الناس بتستخدمه، يبداوا يدخلوا على الشات بوت ده يعملوا شاتنج معاه يناقشوه في المشكله اللي بتواجههم في الريبورتنج مباشره. الشات بوت ده يبدا يرد بناء على الريكورد اللي موجود في الليسون ليرن داتا بيس بتاعتي.
المشكله دي انا قابلتني قبل كده بالشكل الفلاني بالصيغه الفلانيه بالطريقه الفلانيه حلتها بالطريقه الفلانيه والشخص اللي حلها اسمه فلان. كل دوت كان بيعمله مين؟ الشات بوت من غير ما انا اتدخل فيه من غير ما انا اضيع وقت فيه من غير ما انا ابذل مجهود فيه. ده كده يعني مثال بسيط لأداة بسيطة جدا يعني حاجة اسمها الشات بوت ان انت تعمل زي ايه زي مركز دردشة كده ولكن بشكل اوتوماتيك لكنك كده بتدخل على الدردشة بتاعت اي موقع خدمة عملاء مثلا تقول والله انا عندي المشكلة الفلانية انا دلوقتي عملت خدمة العملاء دي عملتها عندي في الشركة بتاعتي في المايكروسوفت تيم طبعا هي كلوزد على الشركة بتاعتي فقط مقتصرة فقط على الزملاء اللي موجودين في الشركة بتاعتي بس وبدأوا ان هم عندهم مشكلة معينة يبدأوا يرسلوا الشات بوت دوت ويبدأ الشات بوت ده يديهم اكشن ويديهم ردود بناء على التغذية الرجعية اللي انا غزتها له من بيسموها قاعدة البيانات الخاصة بالدروس المستفادة. طبعا الكلام في هذا يعني الجانب كبير جدا وبحر واسع وطبعا للأسف يعني الوقت بتاعنا ازف للأسف شديد ولكن الكلام معك ابو معاز من الواحد ما بيميلش منه ان شاء الله نوعد زملائنا بلقاءات اخرى مستقبليه ان شاء الله. انا بشكرك ابو معاز المهندس عمر سليم زميلي العزيز والاخ الفاضل مؤسس بيما ريبيا واحد المتخصصين في انظمه معلومات البناء ونمذجه معلومات البناء والمهتمين الاساتذه والمختصين في ادوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اشكرك شكرا جزيلا ابو معاذ عمر سليم وكل الحضور المشاركين معانا النهارده في الندوه الحواريه وبسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل نافع للجميع وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه سبحانه الدعاء. واذكركم ونفسي في النهايه بدعاء فتح المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نشوفكم في لقاء اخر قريبا باذن الله الاثنين القادم مع ضيف جديد واخ عزيز جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا ابو معاذ. الف شكر. جزاكم الله كل خير. الف شكر استاذ. جزاكم الله كل خير. شكرا.